أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية جهود وزارة الثقافة في تطوير المنشآت الثقافية المتنوعة في مختلف المحافظات وتفعيل دورها في نشر الفنون والمعارف والارتقاء بالثقافة والوعي لدى أبناء الوطن. وفي تقرير مقدم من وزيرة الثقافة استعرض رئيس الوزراء موقف المنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان، والتي تتضمن مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان التي تم إنشاؤها على مساحة تصل إلى 3200 متر مربع، بالإضافة إلى جاهزية الافتتاح للمعرض أو للمسرح الصيفي فوزي فوزي على كورنيش النيل بمدينة أسوان، والذي تم إعادة تأهيله بمساحة 2400 متر مربع.